خدت انت برضه نسيت المحاول في الابتدائي ولغايه الثانوي تقريبا يعني ماشي. الجزء اللي بعد كده هنتكلم على الجنريت دي سي جنريت مولد ايه؟ نوع دي سي تمام؟ اخر جزء ده بس هياخد محاضرتين لان جزء المحاضره هيبقى فيها البيسكس وفيها الانستراكشن بتاع الجنريتور ونظريه العمل والكلام ده الصوت الصوت ونظريه العمل اخر محاضره هيكون فيها الجاكيت ان شاء الله النهارده هنتكلم على الماجنتيك سيركل. اول حاجه يا شباب ناخد بس المفاهيم بتاعت لو انا عندي بار ماجنت بار زي ما انت شايف كده ماجنت بار دوت ليه قطب جنوبي وليه قطب ايه؟ شمالي. بيبقى فيه خطوط فيض مغناطيسيه. خطوط فيض مغناطيسيه دي بتبقى خطوط غير مرئيه، انت ما تشوفهاش. لو انت عندك مغناطيس لما تعرض كتير ان احنا بنقع في ايدينا مغناطيس ولا يعني شنطه اي حاجه المغناطيس ده بيبقى قطب شمالي قطب ايه؟ قطب جنوبي بيبقى فيه خطوط فيض، خطوط فيض دي انت ما بتشوفهاش بس بتشوف تاثيرها. يعني انت لو جبت براده ايه؟ براده حديد او جبت حتى باودر باودر بلاستيك او في تجربه عندنا في الكهرباء هنا بنعملها تقدر ان انت اما تصلح مثلا ايه؟ اما تعرض لمجموعه مغناطيس معين بتتشكل بشكل خطوط فيض. فخطوط الفيض انت ممكن تشوف تاثيرها لكن انت مش هتقدر تشوفها هي تمام؟ خطوط الفيض دي بتبقى ليها بعض الخصائص تمام؟ الكلام اللي انا بقوله دوت وارد ان انا اجيب لك فيه صح وغلط ولا اجيب لك فيه ارتياب تمام؟ زي ايه بالظبط؟ الخصائص اللي هي بتتميز بيها خطوط الفيض اللي هي اول حاجه اللي هي تخرج من القطب الايه؟ الشمالي الورس تخرج من الايه؟ القطب الجنوبي تمام؟ ثاني خاصية اللي هي خطوط الفيض بتكون خطوط منتظمة. تأثير خطوط الفيض بيكون تأثير منتظم. زي ما أنت شايف كده كثافة خطوط الفيض فوق زي كثافة خطوط الفيض إيه؟ تحت. ماشي؟ خطوط الفيض بتخرج إيه؟ عمودية. وتدخل عمودية. يعني خطوط الفيض تخرج من الجزء الشمالي عمودية وتدخل الجزء الجنوبي إيه؟ برضه عمودية. تمام؟ يبقى خطوط منتظمة لا تتقاطع مع بعض خلي بالك. دي الخصائص الأخيرة بتاعتها الخطوط لا تتقاطع. ما تقطعش أبدا خطوط الفيض. خطوط الفيض بتبقى موازية لبعضها. تمام؟ بتعمل شكل زي ما أنت شايف كده شكل موازي لبعض. يبقى تخرج القطب الجنوب الشمالي والجنوبي. تاني حاجة خطوط تخرج عمودية. تالت حاجة خطوط منتظمة ولا تتقاطع. منتظمة يونيفورم يعني ولا تتقاطع ما تتقاطعش خالص ايه؟ مع بعض. طب انا لو عندي تو ماجنتس ادي الماجنت نورث ساوث نورث ساوث وقربتهم من بعض. طبعا الاقطاب زي ما احنا القاعده اللي هي خدناها القديمه الاقطاب المتشابهه بتتناقض والمختلفه بتتجاذب اللي هي الاتراكشن فورس والريفاكشن فورس. اتراكشن فورس ما بين ايه؟ ما بين قطبين مختلفين نورث ايه؟ وساوث لان اوريدي هتحط الفيلم خارجه منين؟ من نورث عايزه ايه؟ تروح لساوث. اي ساوث على فكره مش لازم ساوث الساوث بتاعها هي كلوزد على نفسها لا تمام؟ يبقى تروح للايه؟ للايه؟ للساوث ده تمام؟ لكن هنا لو نورث قدام نورث او ساوث قدام ساوث هتلاقي ايه؟ الخطوط بتاعتك ايه؟ او في المنصين بيتناقضوا بيحصل ايه؟ الريفولشن فورس بيتناقضوا مع بعض وخطوط الفيض عمرها ما هتلاقي دوت بتعتمد التقاطع مع بتلاقي دوت ايه؟ القوه لما انت بتيجي تقرب مغناطيسين بنفس الايه؟ القطب قدام بعض هتلاقيهم بيبعدوا بعض، القوه دي هي قوه تاثير ايه؟ هي قوه تاثير الفيض، خطوط الفيض، طب قوه الايه؟ الريفاكشن ديت نتيجه ان خطوط الفيض بتاعتك ما بتتدخلش مع بعض، بيبعدوا عن بعض بقدر الامكان ان هم ما بينفوش في بعض، تمام؟ في عندي لو انا لو افترضنا ان في كونتاكتور ده قطعوا ايه؟ خطوط فيض مغناطيسي وفي بعض اسمها قاعده اليد اليمنى لو تفتكروا في بعض اسمها قاعده فيلم اليد الايه؟ اليسرى وفي فيلم اليد الايه؟ اليمنى فيلم اليد اليمنى مثلا بتحدد لك الايه؟ اتجاه ايه؟ اتجاه ايه؟ الاي ام اف المتولده في الحركه. طب اليد اليسرى بتحدد الفرصه او بتحدد الايه؟ الحركه. فاليد اليمنى يعني مش هتلاقي مش جايه من كده انا معايا اوريدي في الشابتر اللي موجود منه استخلص منه السلايس دي هي اوريدي موجوده. فتلاقي
المفروض الايه رايت هاند رول اللي هي قاعده الايه مش فيلم بقى وفيلم لا دي قاعده اسمها اليد بعد ثاني جمله هي الايه بتبقى الاربع اصابع دول مع الانفال الاربع اصابع دول المفروض اتجاه ايه يقول لك لو في لو في اسمه كوندكتور دوت ماشي فيه ايه ماشي فيه كرة فبتولد عليه مجال ايه مغناطيسي تمام زي مين زي الترانسميشن لاين كده خطوط النقل عارف انت شايف خطوط النقل الكهرباء بتشوفها ده كوندكتور ماشي فيه تيار في مجال مغناطيسي متولد حوالين ايه خط النقل يبقى اتجاهه عامل ازاي قال لك اتجاه التيار يبقى ايه في اتجاه الانفال واتجاه الايه الفيدر المغناطيسي بيتولد حوالين الكوندكتور ادي الكوندكتور اهو يبقى اتجاه الفيدر المغناطيسي لو التيار ماشي كده يبقى اتجاه الفيدر المغناطيسي في هذا الاتجاه خلاص نفس الكلام بالنسبه لايه طب العكس بقى لو الكوندكتور نفسه هو اللي ملفوف على كور حديد ساعات زمان كنا بنجيب ايه بنجيب حديد صغيره كده بنلف عليها النحاس وبعدين نجيب ايه نجيب الحجر بتاع البطاريه مش عارف مين عمل الكلام ده ولا لا نجيب البطاريه ونوصل على الطرفين دول هتلاقي حته حديد بقى حصلها ايه؟ بقت مغناطيس مش عارف حد منكم عمل الكلام ده بنجيب حته صغيره كده وبنلف عليها نحاس نحاس يعني فوق السلك اللي هو العزل بتاع الحته ونلفه عليها ونجيب طرفين من ايه؟ طرفين بطاريه نوصلهم على طرفين الايه؟ السلك بنلاقي حته الايه؟ حته الحديد ديت بقت ايه؟ بقت مغناطيس ده نفس فكره ايه فكره الريليز احنا بنتكلم دلوقتي طيب برضو بعد اللي قلنا دي بيقول لي لو الكوندكتور ستيت هيمشي فيه المجال بطريقه عامله ازاي طب لو الكوندكتور اصلا هو ايه ملفوف ملفوف مش هقدر اطبق فيه قال لك لا هتعمل العكس بقى بدل ما يبقى اتجاه الابهام دوت هو اتجاه التيار والاربع اصابع دول هم اتجاهه فين هتعمل العكس يبقى اتجاه الفين هيبقى ايه؟ هيبقى الانتهاب والاربع اصابع اتجاه الطياره، يعني اتجاه الطياره اهو زي ما شايفين ادي اتجاه الطياره اهو اتجاه الاربع ايه؟ اصابع، طب انت هتقول لي هنحدد اتجاه الطياره ازاي؟ انت عارف الموجب والسلك بتوع مثلا لو انت منفرد زي ما قلت لك هو ده الكور الحديد ودي ايه؟ ده السلك اللي هتلفه وفي بطاريه، فاتجاه الموجب بتاع البطاريه اهو يبقى ده اتجاه ايه؟ اتجاه الطياره، خلاص؟ فاتجاه الطياره كده فتلاقي ده عملك فوق بموجب وده عملك فوق بسلك. او دوت كورس ودوت سلك، تمام؟ خلاص يا شباب انت لو طلعت فيها خطوط فريد خارجه من النص هنا وخطوط فريد ايه داخله للسوز المفترض اللي هو ايه دايما كده تمام يا شباب ماشي قانون فرادي بقى قانون فرادي بيقول لك ايه بيقول لك انا لو جبت بار ماجنت مغناطيس بار مغناطيس ومسكت البار ده عملت فيه ايه دخلت البار ده في ايه في ملف ملف مضاد كده ملفوف عدد لفات ومسكت البار ده خد ايه؟ في الملف فايه اللي بيحصل؟ قال لك هيتولد فيه ايه؟ هيتولد فيه مجال مغناطيسي وهنستدل على تولد المجال او تولد الاي بي اف في الملف دوت بايه؟ بحركه الايه؟ حركه المؤشر خلاص يا شباب؟ فهنا لو انت مضغطه مر في تيار يولد ايه؟ يولد مجال. يبقى كوندكتور مر في تيار هيولد مجال حواليه. طب العكس بقى. العكس. مجال موجود هو اوريدي هو مغناطيس هو ده مجال مغناطيس ومررته ايه او دخلته في ايه؟ في كوندكتور يعمل ايه؟ يولد لك تيار العكس. طب دي فكره ايه؟ الفكره دي فكره ايه؟ فكره الجنريتور. سوري فكره ايه؟ الموتور فكره الموتور. دي فكره الموتور الاولانيه فكره الموتور مر التيار في الملفات ويقول لك فيلم مغناطيسي يعاكس مثلا الفيلد اللي هو بتاع عندك الروتور والستيتور يحصل ايه؟ بينهم فرص معينه هي اللي بتعمل لك ايه؟ مع العكس معلش ده بتاع الموتور والثاني بتاع ده بتاع الموتور خلاص؟ فانجكت تيار او توصل الموتور ده تيار معين يولد لك ايه؟ مجال مغناطيسي المجال دوت يتعارض مع المجال مثلا بتاع ملفات ايه؟ الرودر فبيبتدي ايه؟ يحصل دوران. خلاص؟ ده العكس. ده الجنريتور. الجنريتور بتدي حركه على البرايم موفر بتاع الجنريتور بيديزل مثلا
الحركه ديت هي بتحرك لك ايه؟ بتحرك لك الدواء جوه الايه؟ الفاكتوريا ده ايه؟ بيقول لك ايه؟ اصلا التطبيقات بتاعت الايه؟ الالكترومجنتيك افكت التطبيقات بتاعتك اللي هي زي الجنريتور والمودل زي برضه الترانسفورمر عندك ملف ابتدائي وملف ثانوي دوت بلفات معينه والتاني مع لفات اقل او اكتر فبيحصل فلكس ليكويد او تقاطع فبيؤدي الى ايه؟ عمليه ترانسفورميشن ستيب اب او ستيب داون ترانسفورمر هنتكلم فيه ان شاء الله المره الجايه. في برضه ميجر ديفايس اللي هي الالم اللي هي بمؤشر برضه نفس الكلام مرور التيار بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى حركه ايه؟ حركه بيؤدي الى تولد المكان بيحرك المؤشر دوت حركه بتتناسب مع التيار المر في الديفايس. نفس الكلام برضه بالنسبه للريلي الريلي دوت هو ديفايس بيبقى ليه نقط مفتوحه ونقط مقفوله بس ده انا بفعل فيه بفعل بيه او بعمل بدء لاي دايره حاكم يعني بتحكم في اي دايره عندي الريلي دوت لو وصلت على الاطراف بتاعته ايه؟ تيار فبتبتدي مناط ايه؟ مناط الدور الحديدي دوت فبيبتدي يلاتش او يسحب ريش معينه فبيتفلي بعض الريش اللي كانت مكتوبه وبتحكي بعض الريش اللي كانت مقفوله فده اللي هو الريلي اكشن. خلاص كل دوت في ابلكيشن الكترومجنتيك طب تعالى نستعرض بقى ايه قبل ما نخش المسائل نستعرض بعض المفاهيم او بعض الحاجات اللي بتتعلق بالموضوع ده زي مسافه البيئه زي مسافه الخيط زي المجال المغناطيسي زي الـ MMF زي الفلكس انتنستي او فيلد انتنستي الحاجات دي كلها عايزين نعرف احنا لو بنعمل اناليس دايره ازاي ممكن نعمل اناليسيس يعني بمعنى لو انت عندك طول حديد ملفوف عليه عدد لفات ومر فيه تيار عايز تعرف الفيض اللي هيتولد فيه قد ايه؟ عايز تعرف شده الفيض قد ايه؟ عايز تعرف شده المجال قد ايه؟ كل الكلام دوت ازاي نعمله؟ هي فلوكس ديبسي لو عندي كور حديد الكور دوت ايه؟ الكور دوت مر فيه او اتولد فيه في المغناطيسي تمام؟ كثافه الفيض المغناطيسي اللي متولده في الكور ده هي عباره عن ايه؟ والله هي كثافه الفيض المغناطيسي او الكثافه عامه بالنسبه للتيار او بالنسبه للفيض او كده هي ايه؟ هي عباره عن نمط فلوكس ايه؟ وعلى وقت المساحات اللي هي ايه؟ هي كثافه الايه؟ كثافه الفكره. خلاص لو عندي مثلا كور حديد الكور دوت مر فيه او الكور دوت كان فيه عدد لفات ملفوفه عليه ومر فيها تيار فهو ديت فيض مغناطيسي. الفيض المغناطيسي دوت مر في قطعه الحديد دي. لو قطعه الحديد دي ما كانتش منتظمه الجزء هنا اقل الاريا بتاعته اقل والاريا هنا اصغر. كثافه الفيض تبقى عامله ازاي؟ هنا بالنسبه لهنا. اولا هو الفيض هو واحد سواء اذا كان متولد هنا زي هنا بالظبط. طب الكثافه بقى شده الايه؟ الفيض في الجزء ده وشده الفيض في الجزء ده. الكثافه بتاعتي تبقى عامله ازاي؟ الكثافه بتعتمد على الاريا. الاريا اللي هي بتاعت الكور. فلو كانت كل ما الاريا تكون صغيره قوي فتلاقي خط الفيض قريبه قوي من بعضها فتلاقي الكثافه في الحته دي ايه؟ كبيره. خلاص؟ فتلاقي فعلا الكثافه ايه؟ كبيره. مثلا ممكن تفترض ان الفيض اللي ماشي دوت هي مجموعه عربيات مثلا. مجموعه عربيات مجموعه درجات فماشيين في تراك. التراك ده كل ما يكون التراك ده صغير فتلاقيهم قريبين قوي من بعض. فتلاقي الكثافه المروريه في الحته دي هي الكثافه كبيره جدا. لكن اول ما الطريق يبقى واسع كده فتلاقيهم بيبعدوا عن بعض فتلاقي الكثافه ايه؟ الكثافه بتاعتك هي ايه؟ الكثافه بتاعتك قلت وده زي ما بيحصل في الطرق بتاعتنا تلاقي الطريق واسع جدا نيجي عند حته تلاقي الدنيا اتزحمت مش عارف ايه تلاقي بقى في مثلا في حته مثلا ميكروباصات مثلا اتزحمت في واحد عطلان في الشمال مثلا ده اللي بيحصل ايه عمق الزجاجه ده الطريق فتلاقي الكثافه في الحته دي هي كثافه كبيره مع ان الكثافه في الاول هي ايه؟ هي صغيره نفس الكلام بالنسبه لايه؟ الكثافه في الطريق البي بتساوي ايه؟
الانسان الفاضل على الايه؟ طب وحده الايه؟ بي كثافه البيض وحدتها ايه؟ وحدتها تسلا. وحده الايه الفاي اللي هي الفلوكس يعني هي ويبر. وحده الايه؟ الاريا اللي هي ايه؟ اصل يبقى التسلا بتساوي ويبر على متر ايه؟ متر سلا. تمام؟ ماشي. دلوقتي ايه اللي هيعود مرور الفيض المغناطيسي في ماتيريال؟ احنا عارفين اللي بيعود مرور التيار في الدوائر هي ايه؟ ريزيستنس، صح؟ ريزيستنس هي اللي بتعود مرور الايه؟ مرور التيار في الدوائر. طب ايه اللي هيعود مرور التيار في الايه؟ او مش التيار بقى، الفيض. التيار هو بديل الفيض، التيارات بديل الفيض او الفيض بديل التيار من ايه؟ التيار الكهربائي المغناطيسي. ايه اللي هيعود مرور الايه؟ مرور الفيض في القطعه المعدنيه او في القطعه اللي هي المفروض اللي هي محل الدراسه. قال لك والله اللي هيعود ده مرور الفيض هي حاجه اسمها بدل ريزيستنس حاجه اسمها ريلاكتنس. اللي هي المعوقه المغناطيسيه، ريلاكتنس. تمام؟ طب الريلاكتنس دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على طبيعه الايه؟ طبيعه الماده نفسها. طبيعه الماده دي بتتحدد بحاجه اسمها ايه؟ برميابيلتي. برميابيلتي دي اللي هي اسمها النفاذيه المغناطيسيه. برميابيلتي دي اللي هي النفاذيه المغناطيسيه. خلاص؟ يعني الماده دي معناها ايه؟ قال لك ميجر اوف ايه؟ ميجر اوف زي سويس ويتش ماجنتيك فلوكس لاينز كان بي استابلش ان ذا ماتيريال. فده مقياس لمدى سهوله تكون الماجنتيك فلوكس في ايه؟ في ماتيريال. كل ما البرميابيلتي دي تبقى عاليه قوي تبقى الايه؟ تبقى المعوقه بتاعتك قليله قوي. المعوقه المغناطيسيه دي تكون ايه؟ تكون قليله قوي. طب البرميابيلتي دي في الهواء، هل الهواء ما بيمررش فيض مغناطيسي؟ لا، بيمرر فيض مغناطيسي. البرميابيلتي بتاعت الهواء هي 4 دول 10 سالب ايه؟ سالب 7. الوحده بتاعتها ويبر على الامبير دير متر. خلاص؟ ده هي البرميابيلتي. طب بتاعت الماتيريال بقى؟ بتاعت الماتيريال في حاجه اسمها ريلاتيف برميابيلتي. الماتيريال ريلاتيف او البرميابيلتي بتاعت الماتيريال نفسها ممكن نسميها نيو، والريلاتيف برميابيلتي دي هي الايه؟ هي الفرق او الريشيو ما بين الايه؟ ما بين النيو اللي هي البرميابيلتي بتاعت الماتيريال والايه؟ والبرميابيلتي بتاعت الايه؟ خلاص؟ يبقى النيو ار ريلاتيف برميابيلتي انت بتقارنها دايما بالايه؟ بالايه؟ يعني ممكن اجيب لك مثلا مساله اقول لك ايه؟ اقول لك النيو ار بتاعت الماتيريال بكذا. فانت عايز تجيب نيو، لان النيو دي هي اللي بتعبر او دي اللي هتخش في المعادله بتاعت الايه؟ بتاعت الريلاكتنس او المعوقه بتاعت الايه؟ الماتيريال، المعوقه المغناطيسيه. فهتقول لي والله النيو ار بكذا يبقى هضربها في الايه؟ في النيو نود فاجيب الايه؟ النيو بتاعت الماتيريال. خلاص؟ الماجنتيك فيلد هو الماجنتيك فيلد. ايه هو المجال المغناطيسي؟ المجال المغناطيسي هو الايه؟ هو الآلية اللي بتحول بيها الآلية الميكانيكية اللي بتحول بيها الايه؟ الانرجي من شكل لشكل، زي في الايه؟ زي في الجنريتور والموتور والترانسفورمر. خلاص؟ بعبر عن المجال دوت، المجال المغناطيسي مفيش حاجة اسمها مجال مغناطيسي، في حاجة اسمها شدة المجال ايه؟ مجال مغناطيسي، يعني مجال مغناطيسي صرف كده مش عارف اقول والله ده المجال بكذا. لا، في حاجه اسمها شده المجال، في حاجه اسمها زي ما نشوف الام ام اف مجال موجود في ايه؟ فورس، قوه المجال، في شده المجال. خلاص؟ شده المجال المغناطيسي المجال فيلد انتنسيتي بنسميها اتش، دي بتساوي ايه او بنجيبها منين او بتاثر في مين؟ قال لك والله شده المجال المغناطيسي ديت هي بتساوي المفروض البي على الايه؟ على ميو. او لو تواجد شده مجال مغناطيسي في ماتيريال، الماتيريال دي كان ليها معوقه مغناطيسيه ميو، فهيتولد كثافه فيض هي مقدار ايه؟ مقدار ايه؟ خلاص؟ لو تواجد شده مجال مغناطيسي، او ممكن تجيبها بالعكس، عايز تجيبها بالعكس، بس هو المفروض شده المجال هي بتعمل لك ايه؟ تيجي تشك بعدها كثافه الايه؟ كثافه الفيض. لو تواجدت شده مجال مغناطيسي في كور معين او في ماتيريال معينه، كان الماتيريال ديت البرميابيلتي بتاعتها او النفاذيه المغناطيسيه بتاعتها هي ميو، فبتولد كثافه فين هي ايه؟ هي ميو.
ده تعالى نشوف الريلاكتنس بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي المعارضه المغناطيسيه للماده. طب المعارضه الكهربائيه كانت بتساوي ايه؟ المعارضه الكهربائيه هي الار بتساوي رو بتقل على ايه؟ طب قلنا خدناها قبل كده رو اللي هي الايه؟ الريزستيفيتي بتاعت المكان، والال اللي هي اللينس بتاع الموصل، والاي اللي هي الكروس سكشن اريا بتاعت الموصل اللي جاي. ماشي. هنا بقى الريلاكتنس اللي هي بنسميها الايه؟ المطور المغناطيسيه. الريلاكتنس الار بتساوي ايه؟ ال على ميو في الايه؟ ال اللي ده هو ايه؟ هو طول اللينس بتاع الايه؟ بتاع المسار اللي هياخده بتاع خطوط الفيل. تمام؟ ودايما خطوط الفيل بتمشي في مسار ريموت. خطوط الفيل دايما مسارها بيبقى مسار جوه، ما بتكونش في مسار زي الطيار كده، الطيار ما بيمشيش في مسار مفتوح صح؟ الطيار لو دايرة مفتوحة مش هتقول الطيار. نفس الكلام هتلاقي خطوط الفيل المغناطيسي برضه بتكون ايه؟ بتكون في مسار مفتوح. فال ده هو طول ايه؟ طول المسار النيو هي ايه؟ هي ريليتيف بريميبيلتي، والايه هي الايه؟ هي كروس سيكشن اريا بتاعت الدور بتاعي او بتاعت الماتيريال اللي هيمر فيها الايه؟ الفلوكس. فالريلاكتنس لما هي معاقه المغناطيسيه هي بتساوي ايه؟ ال على الميو مضروبه في الاريا. انا عايز ورقه اشتغل في الكاس اسمها ورقه حد يطلع ورقه. فدي الوحده بتاعتها امبيرتر على الوحده. قانون اوم للمغناطيسيه. قانون اوم للمغناطيسيه. قانون اوم بيقول لي ايه؟ كهربائيه بقى. اي بتساوي في على ار صح؟ اوم طبقه على ايه؟ المقاومه. الجهد ده في طبعا المقاومه ار. فالمفروض هيمر الطيارات مقداره ايه؟ اي. فاي بتساوي في على ار. تمام؟ طب لو جينا هنا في المغناطيسيه قلت لك انا عايز نكون قانون اوم للمغناطيسيه. تقول لي تمام هو الاي او هو اللي كان بيفلو دوت مقابله مين؟ الفار. ايه اللي بيحصل لها فلو في المغناطيسيه؟ هي الفار. تمام؟ والجهد الفي بيقابله مين في الام ام اف؟ مادين وجودي في ايه؟ فورس. وريزيستنس ريلاكتنس. خلاص؟ فهنا بقول ايه؟ قانون اوم للمغناطيسيه هي يساوي اف على فاي بتساوي اف على ار. فاي بتساوي ايه؟ اف على ايه؟ على ار. طب الاف اللي هي ايه؟ هي مادين وجودي فورس. طب بجيب الاف منين؟ انت بتقول لي انا عارف انا في الكهربائيه انا عارف السورس جهد هجيبه منين على طول؟ توجيه اي حاجه السورس موجود. طب في المغناطيسيه المجنيت وجود الفورس اصلا هجيبها منين؟ قال لك والله بكل بساطه انا بكون الدايره المغناطيسيه من الدايره الكهربائيه. مجنيت وجود الفورس فحضرتك مشكوره ممكن تقول لي ايه؟ ممكن تجيب لي ادي كوره اهو انت عايز يمر فيه فاي صح؟ وعشان تقول لي ان الفاي بتساوي الام ام اف بتاعت الاف على الايه؟ على الريلاكتنس. انا لو عندي كور الكور دوت تعرف تجيب ريلاكتنس؟ اه ممكن اعرف اجيب عندي لينس وعندي الكور بتاعته وعندي الايه؟ وعندي الايه ممكن اجيب لك الريلاكتنس بتاعته. ماشي. هيمر فيه فاي قد ايه؟ ماشي هقول لك امتى؟ لما اعرف الام ام اف بتاعته بكام؟ طب الام ام اف المتكونه في الكور تساوي ايه؟ انا بقدر اكون ام ام اف ان انا اجيب الكور والف عليه ايه؟ مجموعة لفات مثلا من الايه؟ من الموصل اللي هو النحاس مثلا واطبق عليه ايه؟ او انجكت تيار او اطبق عليه جهد. خلاص؟ فبيبتدي يمر ايه؟ تيار. قال لك والله ال ام ام اف المتكونه دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال ام النمبر اوف ليف بتاعت الملف مضروب في الايه؟ مضروب في التيار. خلاص؟ ال ام ام اف هي بتساوي ال مضروبه في ايه؟ مضروبه في ار. خلاص يا شباب؟ يعني عندي كور حديد الكور دوت مرفوع عليه ملف مش مرفوع عليه كله مثلا مرفوع على جزء منه مش شرط كله مرفوع على جزء منه وعملت مررت ايه؟ مررت تيار في الملف ده عن طريق ان انا وصلت السورس وصلت السورس هو دي ريزيست هيمر التيار هيتولد ايه؟ ام ام اف مقدارها ان
بيحكموا على الاريا الكروس سكشن اريا هديك سفل فيه وهكذا تقدر تجيب اي حاجه في الثانيه خلاص. الماجنتوفورد فورس دي بريمت لينس بسميها اللي هي الايه ال اتش اللي هي الايه ماجنتيك فيلد انتنسيتي. دلوقتي ماجنتيك فيلد انتنسيتي لو تفتكر كان ليه معادله شايف المعادله دي دي بتساوي نيو في اتش ده الماجنتيك فيلد انتنسيتي. وبرده معادلته برده الثانيه اتش بتساوي اف على ايه ايه ان ان اف على الايه اللي هي الدنس بتاع الكوندكتور او الدنس مش كوندكتور الدنس بتاع ايه الكور او الماده اللي هي الفيرو ماتيريال يعني الكور فيها الفلوكس خلاص. فحط هنا شلت الاف وحطيت بدلها الايه ان اي فالاتش بتساوي ان فاي على ايه تمام. فممكن تقول لي والله يبقى ان فاي على ان بتساوي ايه بتساوي بي على مين خلاص. دي بتساوي دي انا ممكن اجيب لك حاجه مثلا حاجه هنا معلومه انت عايز تجيب مثلا حاجه ثانيه مجهوله مش في المعادله دي مش موجوده في المعادله ممكن تعوض من هنا لهنا تقدر انت تجيب الايه الحاجه اللي انت عايزها خلاص. مثلا مثال لو عندي ماجنتيك سيركت ماجنتيك سيركت ديت كان الان اي بتساوي 40 امبير تيرن. يعني ايه 40 امبير تيرن؟ يعني ايه 40 امبير تيرن؟ يعني يعني مار تيار ممكن يبقى 1 امبير وعدد الفات 40 ممكن يبقى 40 امبير ولفه واحده ممكن تيار 2 امبير و20 لفه بمعنى اصح ان التيار مضروب في عدد اللي فات دي 40 خلاص. دي الايه الايه؟ امبير تيرن اهي الكور اهو الكور ده دي حلقه الحلقه دي بالماده في الروجيت الكور الستيل مثلا الستيل دوت هو ايه؟ هو مرفوف عليه عدد لفات معينه ومر التيار يعني التيار ان في الاي بتساوي ايه؟ 40 40 امبير تيرن خلاص. اللينس بتاعك كان ب 2 من 10 متر. اللينس ده اللينس مسار المغلق بتاعك ده كان ب 20 سم 2 من 10 متر. الماجنتايزنج فورس الاتش او في الانتنستي الاتش بتاعك بتساوي ايه؟ بتساوي 40 على الايه؟ على ال دي جت على المساله دي السؤال ده جه في امتحان الخامس سنة والناس غلطت فيه برضه. يعني هو القانون عباره عن اتش بتساوي اف على ايه؟ بس وانا مديله اصلا انا ايه؟ مديله الاف اهو ان في الاي مديله الان غلطوا فيها برضه مش عارف ازاي ماشي؟ فحاجه زي كده ده بيقول لي ايه؟ ده بيديني امبير تيرن على ايه؟ على المتر. ده بيديني اللي هو المنتاز الفورس او الماجنتيك فيلد انتنس. ممكن نجمع مجموعه المعادلات اللي احنا اتكلمنا فيها دي ان البي بتساوي نيو في الاتش. ممكن الاتش ديت نشيلها خالص ونحط بدلها ايه؟ نحط بدلها ان في اي على ان في اي على ايه؟ على ال ال سي يعني ايه؟ الناس بتاع الكوره خلاص؟ يبقى البي بتساوي ايه؟ بتساوي نيو في ان في اي على ها؟ ممكن نشيل البي برضه ونحط بدلها ايه؟ فاي على ايه؟ يبقى الفاي في الفاي على ايه؟ ومدة ايه؟ ضربتها هناك يبقى الفاي بتساوي ان في اي في يو في ايه على ايه؟ تمام؟ دي معناها ايه بقى؟ شايف المعادله في الاخر دي؟ دي كده مجمعه كل الايه؟ كل العناصر بتاعه المناطق. خلاص؟ بمعنى لو انت عندك كور دوت مرفوف عليه عدد لفات ان مر فيها تيار مقدار اي الكور ده مصنوع من ماتيريال كان البرميابيلتي بتاعتها ميو وكان اللينس او الكروس سكشن اريا بتاعت الماتيريال كان اي واللينس بتاع الماتيريال بتاعتك كان ال كل التوليفه دي هتعمل لك ايه؟ فلوكس او تولد الفلوكس تكون مكون ايه؟ فاضي. بمعنى كل العناصر دي تقدر تجيب بقى كل ايه؟ تقدر تجيب اتش، تقدر تجيب ام ان اف، تقدر تجيب اي حاجه. خلاص يا شباب؟ بمعنى كل العناصر دي اللي انت شايفها. تمام؟ هنشوف كده ازاي نعمل اناليسيس للدوائر المناطق.
الشخصيه اللي انا الدوائر المغناطيسيه الماجنتيك سيركت انرجي التناسق ما بين الدوائر الكهربائيه والدوائر ايه الدوائر المغناطيسيه تقريبا هو قريب جدا من بعض تقريبا نفس الاناليس اللي بتعملها هنا هي هي الاناليس اللي بتعملها هنا في تكوين الدايره بس مش في القوانين طبعا في تكوين الدايره بمعنى انت عندك هنا اف اي ام اف اللي هو الفولت هنا عندك ايه ام ام اف تمام ده الفولت انت بتولده توليد مباشر يعني انت بتولد الفولت دوت او التفاوض توليد مباشر لكن هنا انت لازم نمر اختان ومر فيها تيار ده شرط يعني انت بتكون مغناطيسيه من الايه من الكهربائيه هو نمر اختان ومر فيها تيار هتكون ال ام اف تمام انت المعوقه اللي بتقابلك هي اسمها ار ريزيستنس المعوقه اللي بتقابلك هنا اسمها ريلاكتنس اللي مر هنا نتيجه الاي ام اف والار مر التيار اي طب اللي مر هنا هو الفاي خلاص نفيد في المنط خلاص فدي مقارنه دي برضه مهمه مطلوبه يعني كتير يعني اعملي انالوجي ما بين الدوائر الكهربائيه والدوائر المغناطيسيه اصل ده رسم البدايه دي قلت والله ده دي اي ار دوت اي ام اف ام ام اف قصدي والفاي وايه؟ الاي ام اف قصادها بيبقى ناظرها ام ام اف الريزيستنس بيبقى ناظرها الريلاكتنس الكرنت الاي بيناظره مين؟ الفلكس الكوندكتيفيتي بعكس الايه؟ الريزيستيفيتي يعني انت مقلوب الريزيستيفيتي عشان تخلي نفس الشكل ده هو الشكل ده دوت الايه ار بتساوي ايه ال على سيجما اي بحيث ان السيجما هي مقلوب ايه رو مقلوب السيف خلاص دي كوندكتيفيتي سيجما دي بالميرابيلتي اللي هي الايه اللي هي النيو الاي بتساوي ار في الاي ام ام اف بتساوي ايه الفاي في الار تمام الار هنا بتساوي رو ال على ايه الار هنا بتساوي ال على نيو اي ها؟ لو انت عندك مجموعه ريزيستنس تجمعهم توالي يعني تجمعهم هنا نفس الكلام مجموعه دراكس برضه تجمعهم اللي هنا عندك بارلل يبقى واحد على ايه؟ واحد على مقلوب واحد على اور توتال بتساوي مجموع الايه؟ مجموع المقادير بتاعت المقامات هنا نفس الكلام مجموع المقادير بتاعت الاور توتال خلاص؟ ماجنتيك سيركت اناليسيس عشان تعمل اناليسيس ماجنتيك سيركت اول حاجه انت بتعمل ايه فايند الكتريك كوردنت سيركت ذات ريزيستنس زي الماجنتيك سيركت تحول الايه الماجنتيك سيركت الماجنتيك سيركت اللي عندك دي لشكل الايه الريفرنس تعملها زي ما بتعمل اناليسيس بالظبط الايه الماجنتيك سيركت وبعد كده تعمل ايه تعمل انالايز الايه الكتريك سيركت وسورس زي الماجنتيك سيركت كوانتس ازاي كالاتي عندي ده كور اهو ده كور حديد عدد دفات معين اهو مره فيها تيار تمام دي بتتمثل ازاي؟ ادي بتمثل ايه؟ ايه؟ ام ام اف اللفات مره فيها تيار ام ام اف خلاص؟ والكور دوت بيتمثل بايه؟ بريلاكتنس اهي اللي هي ال على كيو اللي هي مش واضحه الزود ده يعني ايه؟ نمبر اوف تنس معينه نمبر فيها تيار اي وده كور حديد بتاع فدوت بيمثلك ايه؟ ايه ال ان في اي هي ال ام ام اف والكور دوت بيمثلك ريلاكتنس اهي ال على ميو الايه؟ الايه تمام؟ وهي برضه مفروض تيار بناء على الكلام ده اللي هو الايه؟ اللي هو الفار طب لو كان ليها شكل تاني
فينا ايه؟ ايه الجاي؟ تفرق في ايه؟ هل الدايره دي احنا بنتكلم لو دي دايره، لو دايره كهربائيه، انا بتكلم لو دايره كهربائيه، ودايره كهربائيه فيها حته مفتوحه كده مش وسط دايره، في المغناطيسيه انا جاي اوصل ليه؟ الفيت المغناطيسي ده لو ايه هيمشي فيه برضه زي ما شفنا المغناطيس في الاول ده عادي تنط الفيت طالعه منه حتى لو مفيش ايه؟ مفيش وسط، مفيش هو الايه هيمشي، مش لازم نوصل. يعني لو انت في ايه جاب هنا كده تلاقي الخط المغناطيسي برضه طالع من ايه؟ الجزء ده من الايه؟ الجزء ده، الجزء ده ليه برضه ايه؟ هيحصل فيه حاجه اسمها تشتت في الايه دي. بس انت لو عملنا التشتت فهتقول ايه؟ خط الفيت هيحصل الفلكس ده هيمشي في ايه؟ في الكور كله بما فيهم الايه دي. بس في حاجه، ايه الحاجه؟ هتقول لي طبعا دي مش عاملها نفس المعامله دي ليه؟ هنا المسار بتاعك كله كان الريلاكتنس بتاعته ثابته واحده. ليه؟ لان الماتيريال الواحده، الماتيريال اللي هيمشي فيها الفيلد هي واحده اللي هي الحديد دي، خلاص؟ فليها الميابيلتي اللي هي النيو ثابته. طب هنا لا، هتلاقي الجزء دوت كده ليه ايه؟ ليه نيو، والاير دوت ليه نيو نود بتاعته فمعنى كده ان الدائره بتاعتك دي الدائره المنصيه دي هتقابل ايه؟ هتقابل معوقتين، معوقت الكور ومعوقت الايه؟ الاير هنا، خلاص؟ فلما تيجي تنفذها تبقى كالاتي، ادي ايه؟ الاف ام ام اف بتاعتي او الاف تساوي ان ار، وادي الريلاكتنس بتاعت الايه؟ بتاعت الكور سي، وادي الريلاكتنس بتاعت الايه؟ بتاعت الاير هنا. اصلا ده من هنا لو انا عايز اجيب الايه؟ الباور، عايز اجيب الفلكس، هو بيساوي ايه؟ من ام على الار اللي هي بتاعت الكور زائد الار بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ الايه؟ كل واحد ليه ريزيستنس او ريلاكتنس، كل واحد ليه ريلاكتنس لوحده، يعني اجيب الريلاكتنس بتاع ده والريلاكتنس بتاع ده. طب وايه اللي انا مستفيده من كده؟ ايه؟ وجود الجاب؟ هقول لك انا في غصب عنك في بعض الحاجات ما بتبقاش مثلا جاب، بتبقى ماتيريال ثانيه. في مثلا في الابلكيشن بتاعت الجنريتور والموتور انت كده كده في اير جاب موجوده بين الموتور والسيستم. فالجاب في بعض الابلكيشنز كتير الجاب موجود. يعني انت لو جبت الجنريتور لو جينا رجعنا الجنريتور مثلا كده شايف دي كده؟ في اير جاب هنا. شدته حركه الروتور حركه يبقى محطوط على بيري وبيلف فتدي له حركه الروتور حركه ما ينفعش يبقى ما فيش اير جاب. يبقى الاير جاب دي الابلكيشنز كتير لازم تكون موجوده. خلاص؟ هنا برضه نفس القصه. نفس الكلام هنا. شايفين في دي بقى؟ شايفين دي؟ هنلاقي ايه؟ تلاقي لما نولد ام اف اف في الحته دي هنلاقي لما نولد ام ام اف هنا الفيلد هيمشي ازاي؟ هيمشي كده؟ الجزء هيمشي كده؟ الجزء هيمشي ايه؟ هيمشي كده. فانا لو بمثل ديت بدايره ايه؟ بدايره او زي الدايره المربعيه فتمثل كده ايه؟ الجزء اليمين ليه ريلاكتنس، الجزء الشمال ليه ريلاكتنس، والجزء اللي في النص اللي مكتوب عليه الكور ليه ريلاكتنس ثابت. خلاص؟ هتلاقي كان الفريت بيمشي لك زي بالظبط مرور الطيارات، زي مرور الطيارات القانوني بالظبط. هيمشي جزء كده هيتنزل يعني جزء كده والجزء ايه؟ جزء يعني السورس بتاعك هو موجود هنا. فالمين فلكس هتلاقيه متولد فين؟ متولد في النص، فالجزء هيمشي كده والجزء هيمشي من هنا. تقول لي والله انا عايز اجيب الريزستنس، انا عايز اجيب الريلاكتنس التوتال عشان هو والله ام ام اف على الايه؟ الريلاكتنس التوتال تديني فلكس اللي هو فلكس الكواليتي بتاعك. فالريلاكتنس التوتال عباره عن ايه؟ عباره عن الريلاكتنس دي بارلل مع ايه؟ مع الريلاكتنس دي
المغناطيس بتاعته خلاص. المغناطيس دي بدل ما المغناطيس دي سين اسمع خلاص اسمع دي ام 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 على الكلام دوت ده ايه دكتور الار سي جت على السي الار دي بتاعت السي بتاعت النص بتاعت الجزء في النص. بص يا هندسه مش انت مش انت في الجزء ده الجزء ده هو ملفوف على جزء مضغوط الحته دي كده نفسها ليها ريلاكس الجزء ده ليه ريلاكس يعني فاي اللي هيمشي في الجزء ده هيلاقي معوقه. المعوقه دي عباره عن ايه؟ معوقه الجزء ده الملفوف عليه اللفات خلاص. وفي في معوقه هنا وفي معوقه هنا تمام. لا هو كنتور واحد فانت بتاخد معاك التوتال لا هو في خلاص يا شباب. تعالى ناخد كام مثال كده سهلين مش اي حاجه. وده هتلاقي برضه نفس الكلام في الشرطه الصعبه انا بيجي معاك الدنيا كلها بسيطه وسهله. بيقول لك فورد فيرم غير كور الجين اوس اللينس بتاعه كان 40 سم طول ده كده 40 سم البيت بتاعه 40 سم ماشي. كروس سكشن اريا للكور ده كانت 12 سم سكوير ماشي. ليفت بيرميبلتي للكور ده كان 4000 نيو ار كانت 4000. كوير اوف واير هيز عندك ايه؟ ان نمبر اوف ثيرز كام؟ 400. فاين فاين ايه؟ عايز الريلكتنس بتاع ايه؟ فلوكس باس ار بكام؟ عايز يشوف الباص دوت الار بتاعته بكام؟ تاني حاجه الكارت ريكوايرد تو بروديوس فلكس دينستي نص تسلا ان ذا كور ده معناه ايه؟ بقول لك ماشي بعد ما خلاص جبت الريلكتنس مشكوره كويس روح هات لي بقى امشي طياره قد ايه عشان يعمل لي كثافه فيز نص تسلا الكور ده ماشي طياره قد ايه؟ هنا زي ما احنا متفقين الام ان اف بجيبها ازاي؟ طيار مر في نمبر اوف تيرز اماشي طيار قد ايه عشان يعمل لي ايه؟ يعمل لي الايه؟ الفلوكس دينستي نص تيرز. اول حاجه تعالى نشوف الايه؟ الريلاكتنس. والله الريلاكتنس هي ال على النيو مطروح في ايه؟ تعالى نبص هي ال موجوده عندك؟ موجوده فين ال؟ الفيز ايه؟ 40 سم طبعا كل الكلام ده بتحوله لايه؟ للمتر ترجع للمتر عندك الاريا السم برضه ترجع للمتر خلاص؟ يبقى ده 40 سم يعني هي 4 من 10 النيو النيو عباره عن نيو ار ونيو نو. النيو ار بكام؟ 4 3 النيو نو اللي هي 4 باي 10 سالب 7 وبعدين اخر حاجه الاريا الاريا بكام؟ 12 سم سكوير يبقى تقدر 12 بكام؟ 10 سالب 1 عادي المعادله بتاعتك 40 في 10 سالب 2 على 4 3 4 على 4 في 10 سالب 7 12 في 10 سالب 4 اطلع معاك كام؟ ادي الريلاكتنس بتاعتك كبرت النعمه بص شباب شباب يبقى ديت الريلاكتنس بتاعت ايه؟ بتاعت الكتله. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماشي الطيار قد ايه علشان يديك ايه؟ يديك نص ايه؟ نص تسلا ريلاكتنس دينستي تجيبه ازاي؟ هو الطيار اصلا جاي من ان في الار هو مش موجود غير في المعادله دي. طب ان في الار اللي هي الام ام اف بتساوي ايه؟ بتساوي الفاي في الار صح؟ ان في الاي او هي الام ام اف ان في الاي بتساوي الفاي في الار مش ده قانون ام؟ قانون ام الفاي بتساوي ام ام اف على الار تمام؟ طب من هنا ممكن اقول والله اهو الان في الاي بتساوي الفاي في الايه؟ في الار. طب هي الفاي معاك؟ لا الفاي ما جبناهاش انت اللي معاك هنا ان معاك نمبر اوف ديرس 400 ماشي الاي مجهوله الفاي هنشوف الار توتال الار بتاعتك اللي هي الار دي الار دي الفاي بقى هيجي الفاي منين؟ طب ما الفاي هو مديك حاجه هنا مديك ايه؟ قال لك الفلوكس دينستي بنص تسلا فالفاي بتاعتك بيبقى عباره عن ايه؟ البي بتساوي الفاي على البي بتساوي الفاي على الايه؟ فالفاي بتساوي الدي في ليه؟ فاي بتساوي الدي في ليه؟ الفاي الاول نجيبها تساوي الدي في ليه؟ دي بنص تسلا بص الاريا اللي هي 12 في 10 سالب 4 فجبنا ايه؟ جبنا الفاي ادي الفاي معوض بيها هنا
فول طلع معايا ايه؟ طلع معايا طيار في الاخر اهو طلع 99.4 ملي امبير. انت محتاج 99.4 ملي امبير خش على عدد اللفات دي بالمواصفات بتاعت الكور دي عشان يتولد لك فلوكس دينستي وتلوكس دينستي. تمام؟ تعالى نشوف مساله ثانيه. المساله دي هي نفس المساله الاولى بس قال لك ايه بقى؟ وركز نفس المواصفات بس جه عند الكور وعمل ايه بقى؟ عمل ايه جاب هنا؟ عمل فتح هنا. انت متوقع ايه؟ وطلب نفس الحاجه. ريلاكتنس طلب. متوقع ريلاكتنس هتزيد ولا ايه؟ هتزيد لان في معوجه الايه؟ معوجه برضه اللي هي الايه؟ ريلاكتنس هتزيد. متوقع التيار ريكوايرد عشان يبرديوس فلوكس دينستي نص تسلا هيزيد ولا يقل؟ ها؟ هتضرب سيد اللي يقول هيزيد هيزيد ليه ويقول هيقل ليه؟ هنقول بنفس المواصفات. برافو عليك. باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز نفس كثافه الطريق والريلاكتنس ثابت. نفس المواصفات. الريلاكتنس ثابت. فانت محتاج تيار قد ايه علشان يعمل لك يبروديوس نفس الايه؟ نفس الفلوكس. هنتكلم على بقى نفس الايه؟ فلوكس. ما انت هتترجمه في الاخر الفلوكس. نفس الفلوكس. فتلاقي عندك اصلا المعوقه بتاعتك ايه؟ معوقه اصلا زادت. فلازم انت تعمل ايه؟ هتزود مين؟ انت عايز تحافظ على الفيض ثابت. عايز تحافظ على الفيض اللي هو ثابت. فالمعوقه زادت فتزود قصادها مين؟ الام ام اف اللي تتمثل في مين؟ مثلا في الطيران. مش الام ام اف بتساوي الفاي او الفاي خليها الثاني. الفاي بتساوي ام ام اف على الارض. لو الار زائد انا عايز احافظ على الفاي زائد مين؟ ثابت. فلو الار زائد محتاج تزود قصادها مين؟ الام ام اف برضه. النمرة الثانية الثابتة مين اللي هيزيد؟ المفروض ده اللي حطيته اللي هيحصل. فأول حاجة الريلاكتنس بتاعت الماتيريال قال لك هنا الايرون بلس الايه؟ الايرون بلس الاير جاب. الار بتاعت الايه؟ بتاعت الجزء ده بتاعت الجزء اللي هو من غير الايه؟ من غير الايريا المفروض ال على الايه؟ على النيو في الايه؟ المفروض المفروض هنا 40 ناقص الايه؟ ال 5%. المفروض دي مجرد 5% اللي هي الايريا. بس هنا يعني في الحل مش مطلوبه 5% على اساس ان 40 ناقص 5% يعني مش ايه؟ مش هتدي حقيقيه 40 برضه. 5% بالنسبه ل 40 ده رقم صغير قوي. فهنا يعني في الحل فتقدر انت تعمل ايه؟ لا تكون مسافه. يرجع اكبر من كده. ف 40 فهتطلع معاك الريلاكتنس تقريبا قريبه من قريبه من الريلاكتنس بتاعي بتاعي المساله اللي فاتت الار 2 بتاعت الاير جاب بقى طبعا اللي هي الجمله اللي شايفها دي طبعا جمله كبيره مش صغيره. ف عشان اطبق نفس القصه نفس الموضوع فهقول هجيب الار توتال اللي هي ار 1 زائد ار 2 واطبق نفس القوانين. الار هو الان في الاي بتساوي الفاي في الايه؟ بتساوي الفاي في الار. فمن هنا هتقول لي والله هي جبنه التيار بيساوي كام؟ 59.3 امبير. يعني تخيل شوف الاير جاب 5% سم 5% سم يعني نص مللي تقريبا 5% سم نص مللي. شوف عملت ايه؟ يعني تخيل التيار ده كان 99.4 مللي امبير. 99.4 مللي امبير. علشان يولد لك ايه؟ فلوكس يعني يعمل لك فلوكس لما تجيب له فلوكس دينستي هيجيب لك نص تسلا. دخلت من نص مللي بقى ديت محتاج قد ايه؟ محتاج 6.1 امبير. محتاج 6.1 امبير. شوف دوت ايه؟ دوت بالنسبه لده ايه؟ ده طبعا رقم ايه؟ رقم كبير لانك عملت ايه؟ لانك زودت الريلاكتنس بتاعت الدايره المغناطيسيه بزياده بزياده او بوجود او باضافه الايه؟ الجانب الموجود. اخر مساله عندنا نفس الدور حوالين نفس القوانين برضه. قال لك ايه بقى؟ زي ما انت شايف كده المجنيتيك باص دوت هو عباره عن متكون من مادتين مختلفين. الماده دي كانت من شيت ستيل شرايط كده ستيل كانت بالبيروت بتاعتها بتساوي كام؟ 6165 ده اللي هي النيو وده كان ايه؟ كاست اير كان البيراميتر بتاعته 2662
بيقول لك ايه بقى؟ عايز الكرنت ريكوايرد تو استابليش انديكيتد فلوكس. الكرنت بكام؟ هنا بحيث عندك نمبر اوف ديبس بتساوي كام؟ 50 بالمواصفات بتاع الدور اللي انت شايفها دي. في انجيبت كرنت قد ايه بحيث ان الفلوكس اللي يكون ماشي هنا بيساوي 3.5 في 10 سالب 4 ولت. نعمل ايه؟ قول لي ماشي. فانا محتاج انا شايف كده الدايره دي هترجمها لايه؟ قال لي ان ده هو جزء من شيت سي بلس ريزيستنس والريزيستنس الثانيه دي ايه؟ الكاستر. ليه؟ الكاستر. خلاص يا شباب؟ ماشي. الريزيستنس بتاع شيت سي ده عشان اجيبها او ريلاكتنس عشان اجيبها الرقم بتاعتي بتساوي ايه؟ ال على النيو في ايه؟ الاريا موجود عندك الاريا الاريا بواحد انش سكوير واحد انش سكوير ومديلك الاطوال دي يعني هنا ايه؟ لو زودنا شويه هنلاقي ايه؟ ال بتاع الاي بي يعني مثلا لو شفنا هنا ادي اي بي سي دي اي اف مديلك اللينس بتاع ده قد ايه؟ واللينس بتاع ده قد ايه؟ واللينس بتاع ده قد ايه؟ واللينس بتاع الحته الصغيره دي قد ايه؟ نسبة قد ايه؟ نسبة قد ايه؟ دي لك كل النسبة تمام؟ فانت علشان تحسب طبعا الفريد هيمشي لك زي ما انت شايف كده ومديلك انديكيشن لايه؟ لشكل الفريد اللي هيمشي اللي هو اللزق خلاص؟ فعلشان نحسب الكلام دوت لازم نجيب اللينس بتاع المسار الاولاني اللي هو من ايه؟ يبقى المسار بتاعي اي اف اي بي عايز اجيب اللينس بتاع المسار ده ونجيب اللينس بتاع المسار ده اللي هو بي سي دي اي نعوض اللينس بتاع دوت في المعادله بتاعته واللينس بتاع ده في المعادله بتاعته. لو جبت هنا هنا كده قصينا نزود هنا شويه كان المسار الاولاني كان طول اول ضلع فيه 4 انش والثاني 4 انش والثالث 4 انش الثلاث اضلاع اللي بتشوفهم دول تمام؟ ف 12 انش طبعا مش هنعوض بالانش هنعوض بالايه؟ بالمتر بنحاول الانش ان انت بتعمل ايه؟ هو الانش 2 سم الانش 2 سم و54 مم الانش 2 سم و54 مم تمام؟ فانت لو عايز تحول كمان للايه؟ للمتر تقيس كمان على ايه؟ على المتر فانا اضربه في ايه؟ 0.4 5 ايه؟ 4 ف 12 الكلام دوت هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الانش بالمتر تمام؟ الحاجة اللي بعد كده عايزين نجيب اللينس بتاع المسار التاني يبقى الايه؟ ثلاث اصلاع الضلعين صغيرين والايه؟ والضلع الكبير، الضلعين صغيرين كان نص ونص والضلع الكبير كان اربعه انش برضه، فبرضه نفس الكلام نضرب في ده فطلع معايا ايه؟ ده بالمتر تمام؟ الكروس سكشن اريا سواء كانت بتاعت ده او بتاعت ده بكام؟ اديها لي بواحد فعايزين نحولها لايه؟ برضه واحد انش فعايزين نحولها للمتر وبرضه نفس الكلام نضرب في ده سكوير عشان نحول الايه؟ دي متر طلعت معايا ادي الاريا دي فمن هنا الاخرى ايه؟ اليمين الريلاكتنس بتاعي الريلاكتنس بتاعي الجزء الاولاني اهو ينسى على الايه؟ النيو بتاعته اللي هي النيو نود النيو ار في النيو نود في الاريا والاريا طلعت بقى الرقم والريلاكتنس بتاعه الثاني نفس الكلام عايزين نجيب بقى ايه؟ التيار اللي بيرديوس الكلام دوت التيار بيساوي ايه؟ الطيار بتاعه هو اللي ايه؟ اهو الترس اللي هو كان 50 ترم مضروبه في الاي بتساوي الفاي مضروبه في ايه؟ في الار توتال. الار توتال هي ار بتاعت الكور اللي ايه؟ اللي هو الشيك دوت شيك ستيم والتاني بتاع الكاست اير فلو انا جبتهم الاثنين دول فطلع معايا الطيار بتساوي 8.10. خلاص يا شباب؟ يبقى انا محتاج 8.10 امبير علشان ايه؟ يعمل لي ايه؟ يعمل لي فلوكس فلوكس مش الطيار اللي هو ايه؟ اللي هو